فهمت شنو نقصد؟ كيما نفس الشيء وكل اللي صار لك انت بسيجار ويخي نورمال حتى عاركك مش مقبول يا مدام لطيفة. والله حتى واحد لك في الشارع كلمني وانتظرت رو انا قلت يا مشيش نخرج يا رسوني زادة حتى شايب والله فهم الرواري رواريك والشوير بشوير بك بنيتي وعمليش تحبي وطهي الحمد لله معناه فهمتي. اما عملوا منها ضجة فارغة هذاك هو الفيسبوك. لا توا شو مش حكايه فيسبوك وكهوا عقليه اشيخش البوز برشا وراه تنجمي تعملي البوز اما بطريقه عرق بوز ذكي. كلمتش سيمي الفاري قلت له علاش هبطت هالتصوير علاش اخترت التصوير هذيك بالذات؟ لا ما كلمتش هو كلمني الحقيقه وتحيه ليه. انا سيمي الفاري بين ذفرين قديش لي في فاس فاس اول مره سنه عيط لي في المسلسل تاع البراءة وكلمك بخصوص التصوير اعتذر منك وقال لك لا 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 ما كلمني باش يسألني شو معناها حاجتها كي قلت له ليه ما تقلقتش قلت له انا بتبيعتي نتكيف علاش كي نتقلق انسى يتكيفوا وما يتكيفوش في العالم ما يهبطوش تصوير ما يهبطوش فيديو وين تكيفت انا تو في التورناج في الكواليس في الكواليس مانيش نتكيف تصويره شاده سيجارو سيدي كي بدا تدور حق تاذيونا وانا وقت كانت ضد العباد انت حرة وكانوا فما دي كومنتير ضد التصوير انا نشوف اللي نجح حد باش يتكيف يعمل اللي يحب التكييف لا خاطر راهو والاخرى حتى حكت النفع شكون علمك الدخانه؟ دخانه وراس محمد كان يعطيك لا انا متعلقه ببابا اللي عامله بابا نعمله حاجات ما نذكروهمش لا فايد اما اي حاجه باب الكحول عمرك ما لا ما نحبش ضد مش ضد لا مانيش ضد ما نظنش ضد شنو هكا هاو هاي به اوكي.